حضرتك احد اعضاء اللجنه. نعم. في الفتره الاخيره من حوالي ايام شهدنا اجتماع لاعضاء اللجنه الماليه مع وزاره التجاره والصناعه على الرغم انه تم رفع التقرير وكان من المفترض ان يصوت عليه المجلس في احدى الجلسات. نعم. هل عدل الان ما بين اللجنه الماليه مره اخرى وغرفه التجاره من جديد؟ نعم، يعني لا يوجد خلافات شخصيه كشاهد على اجتماع اللجنة المالية بين غرفة التجارة وأعضاء اللجنة المالية. كان الأمر المطروح هو تنظيم غرفة التجارة، وكان في هناك تباين في وجهات النظر. انتهى اجتماع غرفة التجارة واللجنة المالية بتكليف غرفة التجارة بتقديم ملاحظاتهم خلال مدة زمنية محددة على القانون المطروح على جدول أعمال مجلس الأمة، وبالتالي سيحتكم الناس إلى التصويت. سمعنا عن إمكانية سحب التقرير مرة أخرى وإعادته مرة أخرى للجنة المالية. لا يوجد أي كلام عن هذا الأمر. كل ما في الأمر كان هو دعوة الأخ شعيب المويزري رئيس اللجنة المالية بأن الحكومة إذا قدمت تعهدات معينة سيسحب التقرير. أما بالنسبة لي فموقفي من هذا القانون واضح ومعلن، ولا عندي يعني ولا اعتقد بان الحكومه ستقدم بديل عن هذا القانون. نعم. نعم. لا، انا موقفي انا ضد قانون القروض وغير يعني راضي عنه، ولن اشارك يعني بهذا الامر. اما فيما يخص اذا قدموا اخواني النواب قوانين بديله تساعد الشريحة المستهدفة والفئة المستهدفة وهما فعلا الشرائح المتعثرة من القروض، فكل النواب يعني يدعمون هذه القوانين. أما قوانين اللي تشمل كل الشرائح يستفيد منها المحتاج وغير المحتاج فهذا أمر غير مقبول.